ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الملاحظة عن كيف يتطور المدرب. المدرب يتطور أولا ذاتيا، يعني من تلقاء نفسه، ويخلق له مجموعة من المصادر ويخليها عنده كخزين، مثل مكتبة يعني بالضبط، ويراجع بكثرة، مو فقط يتركها كديكور، لكن يراجع بكثرة يراجع بكثرة، ودائما يأشر على الأشياء المهمة اللي احنا نسميها أشياء جوهرية في التدريب أو في التحليل أو في قيادة المباراة. فالثقافة الذاتية أو التطوير الذاتي يحتاج إلى أنا أسميها الوقوع في أخطاء، يعني قد يبدو هذا غريبا. أعطي مثل عامي، كثير من الأشخاص إخوان أعزاء علي وأبنائي يخاطبوني، يعني يردون أشياء جاهزة 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 حتى يقدموها في الدورات التدريبية أو في عملهم أو في دراساتهم، وهاي لا بأس في المشاركة. لكن عندما يتكرر طلب ويكون المعني بالأمر معتمد كليا على الشخص فلان وفلان، هذا المدرب أو هذا الباحث أو هذا الأستاذ أو هذا الطالب ما يتطور. ليش ما يتطور؟ لأنه ما يخوض تجربة العمل، هو فقط يستلم ويقدم، ما عنده قدرة على أن يضع ذاته ويتطور. والسبب يخاف من الفشل. الفشل مو مشكلة، الفشل أولى خطوات النجاح، لأن أنت تتعلم من الأخطاء. لكن إذا أنت كل شيء جيد وممتاز وجاهز ويقدم لك وأنت تقدمه أو أنت تستخدمه في دراستك أو في بحثك أو في دورة تدريبية، أعتقد هذا أسلوب ما ينمي عندك قدرة التفكير ولا ينمي عندك قدرة الإبداع. الإبداع من أين يأتي؟ الإبداع يأتي من قابلية الشخص على الإجابة المباشرة على الأسئلة اليومية التي تطرح، سواء عملية practical أو نظرية theory. فجزئية الإبداع تغيب عن الناس اللي يعتمدون كليا، ما أقول اللي يعني اللي يطلبون مساعدة، بالعكس، لا، اللي يعتمدون كليا، يريدون، استغفر الله، ويريدون كل شيء جاهز 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 جاهز، خصوصا الأكاديميين. يعني لا يجوز أن الأكاديمي ينسخ كل ما يعني 100%، يجب أن يكون هو كمرآة لبقية المعنيين باللعبة. فأني أقول، يعني أقول أنه هناك حدود أن تطلب المساعدة، وهناك حدود لمن يقدم المساعدة بأن يقبل بكل ما تطلب. ولذلك بعض الأحيان يعني لا نرد على الطلبات. ليش لا نرد على الطلبات؟ إذا شفناها متكررة كثير من قبل الشخص، فإحنا نجني ذنب على هذا الشخص، نلغي عملية التفكير والإبداع عنده عن طريق تسهيل كل شيء له. وهاي حالة خطرة يقع فيها الكثير من الأخوان والأبناء. صحيح هي تفرحهم، لكن هي الحقيقة تأخذ منهم جزئية الإبداع وجزئية التفكير. فدائما حاول أن تضع الشيء اللي تريده بنفسك، حاول حتى لو كان هناك خطأ، لأن هو هاي الرقم المركزي في التعلم هو الخطأ يعلمك كثير. فلا تعتمد على شيء جاهز، اطلب مساعدة معينة لا بأس، لكن ضع أنت فكرك، ضع مستواك التعليمي، شوف نفسك وين وصلت بالتعليم. هل أنت استفدت من الدورة D و C و B و A وتضع ما مطلوب منك
شخصيا وذاتيا وبطريقتك وبفلسفتك، يكون هذا الأمر حاسم وجيد. أما النقاش فيما مطلوب منك فليس بعيب، يعني كنا نتعلم، أنا لازلت الآن تلميذ أقرأ وتعلم ولا أستحي، وكثير من وقت يروح لتعليم نفسي، وأحاول أنا يعني أحول ما أتعلمه للناس حتى أختصر لهم طريق التعلم، وهذا بفائدة طبعا. فاليوم يعني أنا صحيت على طلب، وطلب مو معقول يعني، يعني كأنما أنا داخل أكتب أطروح، وهذا مو صحيح. يعني أنا طلاب الدراسات العليا عندهم مشرفين، هذول المشرفين يجب أن يقدموا يد المساعدة الكبرى للطلاب، يجب أن يفتحوا لهم أبواب المعرفة، يعني يجب أن يكونون مختصين في هذه الدراسات والأطاريح والرسائل، ولا يتركون طلبة الدراسات العليا في حيرة من أمرهم. صح الأساتذة ينصحون الطلاب بالبحث عن مصادر صوتية سمعية أي شيء، مرئية، روح أفلام، روح اليوتيوب، روح الفيسبوك، روح لأي مكان من أجل أن تحصل على المصدر والمعلومة. هذا ليس بعيب، هذا هو ديدا ما يسمى بكتابة الأطروحات والماجستير وما شابه ذلك. وحتى في تدريب وفي دورات تدريبية كنا تعلمنا إيش، نبحث عن مصادر ونستخدمها في قضاء حاجاتنا الأكاديمية أو التدريبية أو التعليمية. يعني أنا اليوم رديت طلب، مو سبب ردي هو يعني عدم احترام الطلب، لا بالعكس، هو رد الطلب وعدم الموافقة على الطلب هو احترام كبير للشخص اللي طلب مني هذا الشيء. ليش؟ لأن أنا أريد أضع تحت الضغط حتى يعطي رأيه، يعطي فكرة، يعطي إبداعه على الموضوع اللي طلبه مني. أنا شفت لو أعطيته الموضوع أقدر أعطيه موضوع يعني إكسلنت أعطيه، لكن هذا مو صحيح، هذا يعني يحولني يعني إلى مشارك في الإساءة لعقلية المفكرين، الإساءة لعقلية المدربين، الباحثين، الأساتذة الكرام. فناحية التسليم الفوري لكل ما مطلوب ناحية مذمومة، ويحذر منها العلماء، واستلام كل شيء جاهز 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 يفقدك كل شيء، وتصبح طول عمرك أنت بحاجة إلى الاستلام. قد تصل إلى درجة أنك بحاجة أن تأخذ مواد أخرى بأسماء أشخاص وتضعها باسمك، لأن أنت ما مريت بتجربة تسمى الخطأ ثم الصحيح، أو الخطأ الأكبر ثم الخطأ الأصغر ثم الخطأ القريب للصحيح ثم الصحيح. هو هذا التعلم، أن تعثر تنهض، تعثر تنهض تتعلم. وبالمناسبة التعلم إذا كان ذاتي يرسخ بالذهن مدى العمر، عاد التعلم اللي يكون منقول من شخص آخر ما يبقى مدى العمر، هذا ينتهي في لحظة أو في محيط استخدامه، فيجردك من الإبداع. وإذا جرد الإنسان من الإبداع يصبح يعني ضعيف وفقير بالمعرفة. يعني أنا أعرف كثير من الناس، طبعا أصدقاء وأحترمهم، لكن ضعاف بالمعرفة، ضعاف جدا، دائما يعتمدون على الغير. ولا بأس تعتمد على الغير كمصدر جزئي، لكن لا يكون الغير مصدر كلي إليك كشخص باحث أو مدرب أو مدرس أو محاضر أو طالب دورات تدريبية. هذه هي الحياة، يجب أن تتعلم، ويجب أن تجرب ما تعلمته، ويجب أن تضع قياسات ستاندرز يسمون لأعمالك. فأنت لو عندك، خلنا نأخذها بالعامية نتكلم، لو عندك اختبارات تكتيكية تريد تعمل اختبارات تكتيكية كرسالة، وهاي الاختبارات التكتيكية
تضعها أنت بنفسك وتعرضها على ناس خبراء، كثير عندنا خبراء جيدين ويعطون رأيهم بها، أحسن مما تطلب اختبارات تكتيكية كاملة من شخص معين، أحسن كثير. ممكن أن تعرضها عليه يساعدك بعد أن تضعها أنت، فتكون أنت صاحب يعني مثل ما نسميها ملكية فكرية لهذا الموضوع. مطلوب منك سين وصاد، تضع السين والصاد. مطلوب مساعدة لوضع السين والصاد، لا بأس. أما تطلب كل السين والصاد جاهزة حتى تقدمها باسمك، هذا يسموه حواجز التعلم. يعني أني شخصيا إذا أجي وأقدم كل شيء كل شيء كل شيء لما يطلب مني، أنا أكون حاجز من حواجز التعلم، وهذا حرام. يعني بعدين الشخص يذمني بالمستقبل، يقول أنا اعتمدت كليا وكان كل شيء يجيني جاهز، فيقف في مرحلة يكون هو يعني مثل ما نسميه المرشد اللي يحتاجه الطلاب، لكن يكون غير قادر على إعطاء رأي خاص به، لأن تعلم أن يأخذ كل ما هو جاهز في العلم. وهذا موضوع يعني نناقشه دائما. احنا نقول اللي يريد يتعلم لازم يخطأ، هاي عامية يقولوها، والخطأ هو أول خطوات أو سلم في رحلة الألف ميل. فإخوان حاول أن تضع رأيك، حاول أن تضع فكرك. أنا ألاحظ يعني خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، ألاحظ أنه في ناس لا تستطيع الإجابة عن أي سؤال يوضع على الصفحة أبدا، تأشر بكلمة لايك. كلمة لايك هو الحقيقة تعني شيء، أما أنت تعرفها المادة الموضوعة وانت كف بها، او انك ما تملك شيء فترد بكلمة لايك حتى تتخلص من حرج الاجابة. بينما على العكس وعلى النقيض، هناك ناس عندهم قابلية ممتازة ومباشرة وبنفس اللحظة على الرد والمشاركة. لازم احنا نملأ صفحات التواصل الاجتماعي بما ينفع الانسان، ونشارك مشاركة فعالة، ونعلق تعليق مهذب وبفائدة للبشرية. ما نستخدم التواصل الاجتماعي للسلوكيات السيئة، وإنما نستعملها لسلوكيات جيدة تنفع البشرية. أجيب لك مثلا، لو الآن تلاحظ في مواقع طبية مذهلة وفي ناس مذهلين، وطبعا أنا أتكلم عن الطب لأن الطب حاجة إنسانية مباشرة، أجد فيها حلول أحسن من الحلول عندما أذهب إلى المستشفى أو أخذ أحد إلى المستشفى. يعني ممكن للإنسان أن يصبح طبيب ذاتي وعنده معرفة بكل شيء، عندما يواجه مشكلة صحية يروح يجد كل شيء عنها، كل شيء بالإنترنت عن أي مرض لا سمح الله، الله يكفيكم المرض، عن أي مشكلة اقتصادية، عن أي مشكلة هندسية، عن أي مشكلة لغوية، موجود. لا يوجد في الدنيا حاجة إلى ما موجودة على الإنترنت. فمرات أقرأ يعني للتسلية وأرى أشياء غير معقولة. هي الاستخدام السيء لهاي الـ يعني الثورة العظيمة في العالم، إحنا غير قادرين على استخدامها استخدام جيد. يعني أنت شنو رأيك لما تقدم، كثير من الناس يحطون نصائح طبية يأخذوها من مواقع كثيرة تفيد الناس، لو فادت إنسان واحد أنت اشتركت في التطوير، اشتركت في المنفعة. وطبعا اللي يشارك الناس بالمنفعة، خصوصا الناس اللي محتاجيها، مو كل الناس عندها إنترنت، مو كل الناس عندها 24 ساعة الإنترنت مفتوح أو الكهرباء موجودة، مو كل الناس. في ناس تنتظر يومين ثلاثة حتى تفتح الصفحة مالتهم أو صفحات الآخرين حتى يجمعون ركائز من المعرفة المهمة.
أما إذا جئت عن التخصص فالتخصص موجود في كل مكان. لو كل متخصص يعني أنا أسميها لو أحدث موقع أو صفحة ووضع فيها كل تخصص، المعرفة راح تكبر، وكل ما زاد حجم المعرفة كل ما كان التعلم سريع وبسيط. انتبه عليه، كل ما كان التعلم سريع وبسيط. احنا لازم نوسع دائرة المعرفة بالمهنة اللي نعيش من وراها، لازم نوسعها. يجب أن نعتمد على شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة، وهناك يعني مواقع عربية لإخوان عرب راقية، لكن أنا أطلب من الكل أن يكونون شبكة دولية لتدوير المعرفة من خلال الإنترنت. المعرفة أنا أسميها المعرفة المفيدة، بدل أن نحول يعني بحثنا عن يعني سفاهات الكلام ومواضيع الآن تطرق تحاول يعني تقلل من قيمة الفكر الإنساني العظيم. فالاندفاع والانجرار وراء هاي المواضيع غير جيد. لكن أنت حتى تكون نجم، حتى تكون بارع، حتى تكون محترم في المهنة اللي أنت فيها، حاول أن تكون جزء فعال من شبكة الانترنت التي تعتني أو تعنى بمواضيعك. فللبعض اللي ما أجيب على أسئلتهم وأحذفها ودريد أسوي لها، أنا أسويها عشان ما يعني أحرم الشخص من التفكير والإبداع، يعني أخليه يضطر بعض الأحيان يجاوب ويرسم ويكتب ويحلل ويفند، وبذلك يكون جزء مشارك بدل أن يكون جزء مستلم في هذه الدورات الفكرية الرائعة والممتازة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الجميع مني هذه الكلمة، وأنا يعني أنصح خصوصا الشباب لا تعتمدون اعتمادا كلي على كل شيء يطرح في الانترنت. دائما خذ المصادر النقية النظيفة، يعني أحطها بين قوسين، كثير مثلا يكتبون عن الرياضة بس هم مو رياضيين الحقيقة، يرى موضوع يستلع، يرى موضوع ينسخ ويضع. اللي كاتب الموضوع أصلا هو ممارس الرياضة، قلت رأي تقف انت بالخارج. الناس ما تنتهن مهنة واحدة، يعني عدة مهن حتى يعيشون. احنا مهنة واحدة وغير قادرين أن نلم بكل جوانبها الفكرية، كل جوانبها العلمية، بكل جوانبها التطبيقية. فخلي نحاول أن نكون شبكة يعني عالمية لتبادل المعرفة، وهذا بسيط يتم بكليك واحد. شوف هذا الماوس، هذا الماوس أنا لو أستخدمه كليك واحد على أي موضوع أجد به منفعة لتطوير المهنة، بس أسوي كليك على الشير يعني على المشاركة، ما راح أسوي كليك على اللايك. إذا سويت على اللايك يبقى على صفحتي فقط، لكن إذا جيت وسويت كليك على الشير راح يروح لصفحتك، صفحتك لك أصدقاء راح يشوفوه. إذا كل واحد سوى منهم شير ما شاء الله بدأت الشبكة العنكبوتية مالتنا تكبر وتصير مستواها يعني خلي أسمي قطري ثم قاري ثم عالمي. شنو إحنا ينقصنا حتى نأسس شبكات عالمية يأخذوها من أدنى الأجانب؟ أنا في صفحتي أجانب كثير يأخذوا مما أكتب، وهذا مو يعني مدح، هم فاهمين إنه ما موجود يفيدهم فأسوي له شير. حتى يعني أذكر واحد من الأرجنتين صديق قال دكتور موقع إحنا نأخذه، ترى هو يعني اشتغل معي، قال أنا كلها أخذها وعندنا عراقي يعيش ويانا ونستمعها بالعربي ويفسر لنا إياها بالإنجليزي. قلت له بارك الله،
في أكاديمياتهم يأخذوها ويفسروها. فإذا إحنا يعني اتجهنا بهذا الاتجاه الإيجابي حنكون مصدرين للمعرفة وللفكر، وحنكون ممثلين جيدين لدولنا وشعبنا. يعني الشعب العربي يفخر بأي موهبة جيدة، يفخر بأي إنسان يتخطى حدود الحالة الاعتيادية ويصير outstanding، يعني أقصد يصير نموذج لآخرين في العالم. أنا دكتور موفق المولى، هذا برنامجي لتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب. جمعة مباركة.